ننتقل لحل تدريبات الكتاب. ألفظ كل مما يأتي لفظا صحيحا. عميات، قلعنا، جرذن، العقد. اقرأ ما يأتي متنبها إلى النون في آخر الكلمات التي تحتها خط ألف وكمن قريبا منها. باء فعلقنا في الشبكة. جيم رأت المطوقة الصيادة يتبعهن. دال لا تكن نفس إحداكن أهم إليها من نفس صاحبتها. معاني المفردات والتراكيب. فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في كل جملتين متقابلتين. نصب الصياد الشبكة. المقصود بشبكة هنا شبكات الصيد كما قلنا. أقامت الدولة شبكة مواصلات حديثة. مقصود بشبكة مواصلات مجموعة من الطرق. أخذ الجرد في قرد الشبكة. قرد كما قلنا في الدرس تعني قطع. سدد علي قرض البناء الذي استدانه. قرض هنا مبلغ من المال أو الدين. السؤال الثاني. صل الكلمة الملونة في العمود الأول بما يناسب معناها من العمود الثاني. علقنا في الشبكة. علقنا تعني قلنا وقعنا. علقنا وقعنا. علقنا وقعنا. إذن علقنا تعني وقعنا. نثر عليها الحبل. نثر تعني رمى. نثر رمى. وثبت الحمامات. وثبت تعني قفزت. وثبت قفزت. أدركك التعب تعني أصابك. أدركك أصابك. السؤال الثالث. صل الكلمة في العمود الأول بضدها في العمود الثاني. كمنا. كمنا تعني اختبأ. ضدها ضد. كمنا ظهر. على تعني ارتفع. ضدها هبط. فرغ ضدها بدأ. أسئلة الفهم والاستيعاب أرجو كتابتها في دفتر المعاني. السؤال الأول. ماذا صادت شبكة الصياد؟ الإجابة الحمامة المطوقة ومعها حمام كثير. السؤال الثاني. كيف قلعت الحمامات الشبكة؟ نعود للدرس للبحث عن الإجابة. قلنا كيف قلعت الحمامات الشبكة؟ الإجابة هنا. وثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعنا الشبكة علونا بها في الجو. نكتب الإجابة. وثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعنا الشبكة. وعلونا بها في الجو. السؤال الثالث. أين اتجهت المطوقة بالحمامات حين رأت الصياد يتبعهن؟ قلنا أنها اتجهت إلى جحر جرذ بعيدا كان لها صديقة. نكتب الإجابة. اتجهت إلى جحر جرذ كان لها صديقة. السؤال الرابع. كيف خرجت الحمامات من الشبكة؟
في نهاية الدرس قلنا كيف خرجت الحمامات من الشبكة؟ قلنا بمساعدة الجرر عندما بدأ في قرد الشبكة. إذن 4 حين قام الجرر بقرد الشبكة فانطلقت صاحباتها معها. السؤال الخامس، أرجو التركيز على هذا السؤال لأنه مهم جدا. اذكر أحداثا من النص تتفق مع مدلولات العبارات الآتية: الصديق وقت الضيق. كما قلنا الصديق وقت الضيق العبارة التي تدل على ذلك مساعدة الجرذ للحمام. إذن مساعدة الجرذ للحمام. في التأني السلامة أي عدم الاستعجال في أمور حياتنا. قلنا ما الموقف من الدرس أو الحدث الذي يدل على أن في التأني السلامة؟ قلنا عميت المطوقة وصاحباتها عن الشبكة فعلقنا فيها. إذن في التأني السلامة عميت المطوقة وصاحباتها عن الشبكة فعلقنا فيها. يد واحدة لا تصفق المقصود في ذلك بأن يد واحدة قلنا لا تصفق أي أنني أنا لا أستطيع أن أفعل أمر صعب لوحدي، أحتاج إلى مساعدة من صديقاتي حتى أستطيع أن أفعل هذا الأمر. الإجابة هي وثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعنا الشبكة علونا بها في الجو. كما قلنا أن الحمامات جميعهم قفزوا قفزة واحدة استطاعوا الخروج من الشبكة. إذن يد واحدة لا تصفق وثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعنا الشبكة. هذه الإجابة. قلعنا الشبكة. هكذا نكون يا طلابي قد انتهينا من شرح درس الحمامة المطوقة. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، ونراكم بإذن الله في الدروس القادمة والحصص القادمة. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.